مشاهدي اون في كل مكان، بنرحب بيكم من معرض ديارنا اللي اقامته وزاره التضامن واللي بيستمر حتى 25 من اغسطس، اللي موجود فيه 250 عارض منقسمين على 3 مراحل، كل مرحله فيها 80 عارض بيعرضوا الحرف اليدويه والتراثيه الخاصه بالتراث المصري الاصيل. على اي حال احنا في جوله داخل المعرض بنوريكم اللي بيحصل بالظبط في البارتيشنات الخاصه بالعارضين. هنا عدد من المعروضات و يعني المشغولات اليدويه الاصيله، هنعرف ايه اللي بيحصل هنا بالظبط. برحب بيك، انت بتشتري صح؟ اه. ايه رايك في الاسعار؟ حلوه جدا، اسعار حلوه جدا. والاشكال بالنسبه لك مميزه؟ وكل الحاجات الكروشيه انا معجبه بيها اصلا دلوقتي، يعني كذا حاجه عجباني وعايزه اتفرج عليهم واشوف اشكالهم. ممكن هنسالك انت بتقدمي ايه، اللي انت بتقدميه هنا؟ احنا الوانيتا براند مصري، بنشتغل فيه مع الستات في مصر القديمه، وعندنا برضو شغل مع سيوة والواحات، وبنشتغل مع اسوان، بنعمل كذا ديزاين منهم بناحيه تراث بس بشكل عصري شويه. المكان احنا موجودين دلوقتي في الساحل الشمالي في مارينا 5، المكان مميز بالنسبه لك؟ اه طبعا، لان احنا بنقدم برودكت اصلا مهتم بالصيف يعني، وبيناسب يعني شغلنا اصلا صيفي يعني وبحر وكده، فده المكان المناسب قوي ليه. شكرا جزيلا. المكان هو مارينا 5 بالساحل الشمالي، واحنا ما زلنا في الجوله الخاصه بالمعرض، والاقبال يعني جيد نوعا ما، وفي اقبال من الناس المتواجدين هنا. برضو في مشغولات يدويه سواء من الفضه او من النحاس. برحب بيكي، وعاوزين نعرف ايه اللي انت بتقدميه هنا. مساء الخير، انا بقدم اكسسوار نحاس مطلي ذهب او فضه، وانا اللي بعمله هاند ميد لان انا خريجه فنون جميله، فانا اللي بعمل حلي وبعد كده بطلي ذهب او فضه. حلو. وصلت هنا ازاي؟ عن طريق التقديم في وزاره التضامن؟ قدمت طبعا، هو احنا عندنا الوزاره بترعى طبعا اي حاجه الحرف اليدويه والشغل الهاند ميد اليدوي، فهم بيبقوا منزلين اعلان، انا ببعت اللينك بتاعي وببعت معروضات من شغلي او اي سامبل من شغلي يعني، وهم بيبقى في لجنه بيختاروا طبعا اجود المنتجات او احسن حاجات اللي بتتقدم. حلو جدا. اسعاركم عامله ايه؟ وبالنسبه للمكان مارينا ده سوق بالنسبه لكم كويس؟ طبعا سوق كويس جدا، والاسعار بتبقى مدعمه، واحنا بنبقى ملزمين من الوزاره ان احنا بنبيع باسعار اقل من اي حته يعني، بنبقى ملزمين ان احنا الاسعار تبقى في متناول الجميع يعني، ما بنقدرش نعلي. بل بالنسبه لك مرضي؟ الحمد لله الحمد لله. شكرا. 250 عارض، وراهم 2500 اسره شغاله في الموضوع ده، لان كل واحد بيكون من اصحاب المشاريع الخاصه بالاسر المنتجه واللي بتشارك في المعرض ده المستمر على مدار شهر. مش بس مصريين المتواجدين داخل المعرض اثناء القيام بالجوله، ولكن متواجد ايضا عدد من العرب وزوار مارينا اللي بيجوا هنا عشان يصيفوا. طبعا اختيار المكان بالنسبه لهم مكان مميز جدا، لان هو مكان مصيف، وزي ما بتنقل الصورة لحضراتكم هي الأعمال التراثية اليدوية الخالصة المميزة جدا اللي بيشتهر بها المصريين في كل مكان، ويعني بتعبر عن التراث المصري الخالص المميز داخل هذا المعرض، ومتواجد عدد من الناس. بنرحب بيك، اللي بتقدمه؟ انا اسمي كريم خلف، حرفتي حرفه الخياميه، بقدم شغل خياميه بتكلم عن التراث المصري على مر العصور، الحضاره المصريه على مر العصور، من خلال لوحات، خداديات، شنط بحر، دولاب صغير، علقه، مفارش للبحر، مفارش للترابيزه. السوق بالنسبه لك كويس مارينا كمارينا؟ طبعا كويس. طبعا الفئه اللي موجوده في مارينا فئه لارج جدا، وبتحب تقتني الحاجات اليدويه بقوه، وبعدين اسعارنا بسيطه يعني، احنا عندنا حاجه زي كده مثلا دي سعرها 50 جنيه فيها شغل يدوي وكل حاجه تمام. عندنا برضو الدولاب اللي بقول لك عليه، ممكن يتاخد على البحر على الشمسيه، يتحط في الموبايل تيشرت، الحاجات دي سعره 100 جنيه، فاسعارنا يعني مش للناس اللي في مارينا، لاي حد في مصر هتكون في متناول يعني. شكرا، كل سنه وانت طيب. وانت طيب.
إذن المكان مرضي وجميع الأذواق وجميع الموديلات موجودة هنا، والمكان هو مارينا 5 في الساحل الشمالي، معرض ديارنا اللي بيقام للدورة الثانية على التوالي. ودي كانت رسالة قناة أون من داخل المعرض واللي هنغطيها يوميا على مدار شهر كامل، وهو تاريخ انعقاد هذا المعرض. بعمل حاجات جلد طبيعي هاند ميد متخيطه كلها عن طريق ستات مدينه بشائر الخير في اسكندريه. مختصر يعني هم دول ستات، ده كان مكان عشوائي والدوله خدته وبنت لهم زي كومباوند، بس الناس دي ما عندهاش حاجه في حياتها بتعملها. فانا هناك متطوعه بدرب كل شهر 10 سيدات من ستات البيوت اللي هناك، وبجهز لهم الشغل وهم بيخلصوه في البيت ويرجعوه لي تاني. انا شايفه في اقبال مش طبيعي على المعرض النهارده. مبسوطه قوي ان هم بداوا يشجعوا الحاجات الحرف الهاند ميد، علشان ده ما كانش معروف عندنا خالص في مصر، فمبسوطه بالاهتمام ده جدا. مبسوطة جدا عشان انا اساسا بحب قوي الحاجات المصريه والحاجات الهاند ميد قوي، علشان في وقت من الاوقات كنت انا اللي بقعد اعمل الاكسسوارز وكده لوحدي، اجيب الحاجات وافضل اعملها. فمبسوطه قوي ان الحاجات دي موجوده عشان انا بحب قوي اتفرج عليها، وبشجع قوي الناس اللي بتعمل بايديها وكده، بحس ان هم بيدوا افورت او بيعملوا حاجه.